مصرع 8 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة. لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر اليوم السبت في حادث تصادم بمركز وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة تلقى إخطار بالواقعة من شرطة النجدة. بالفحص تبين تصادم سيارة نص نقل وأخرى ملاكي بطريق وادي النطرون الضبعة دائرة مركز وادي النطرون، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة شخص آخر. تم نقل المتوفين لسلاجة حفظ الموتى مستشفى وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصاب إلى سيادة المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لبشر التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحم الـ8 المتوفين ويشفي المصاب يا رب.